انا عاوز ادعم واكبر جدا التعليم الطبي في مصر، ولكنه تعليم عالي التكلفه. هعمل ايه وانا محطوط ما بين شقي الراحه؟ لو عليت التكلفه على الطالب يبقى انا طحنت الاسر المصريه، ولو قلت لا خلي التكلفه تشيلها الدوله طب هتشيل ايه ولا ايه؟ ايه الحلول اللي ممكن تبقى بديله او مغايره او غير معتاده وممكن ننتهجها؟ الحقيقه هي الدوله ابتدت تعمل حلول بقالها فتره. الجامعات الاهليه عادتك كل جامعه حكوميه بيطلع من رحمها جامعه اهليه. الجامعه الحكوميه بتساهم بجزء في تكاليفها، والحكومه بتساهم بجزء من تكاليفها، ودي جامعه اهليه غير هادفه للربح، لكن بيبقى فيها مصاريف مش غاليه قوي زي الجامعات الخاصه، يعني بين البنين. والمفروض ان المصاريف دي بتصرف ترجع تاني تدعم الجامعه الحكوميه كويس، وتسدد الديون بتاعتها اللي المفروض اتدفعت من الجامعه الحكوميه. هي الفكره حلوه جدا، لكن هل تطبيقها هيبان على ارض الواقع؟ طبعا يدوب لسه السنه دي او السنه اللي فاتت الجامعات الاهليه ابتدت تشتغل. اعتقد ده حل قد يعني يمسك العصايه من النص لو مشي كويس. الجامعات الحكوميه فيها تعليم عالي جدا ممتاز طبعا، وفيها دلوقتي الحقيقه الحكومه دعمت الجامعات الحكوميه جدا. يعني مثلا مهم جدا في اي تعليم طبي انه يكون في معمل مهارات. ايه معمل المهارات ده؟ عباره عن معمل كله مانيكانات زي البني ادم، عارفها، فيها قلب بيدق وفيها، عارفها دي حضرتك، شفتها، بيبص يشتغل عليها اكنه عيان. يعني بدل زمان كنا في القصر العيني لازم نبص على العيان وكده، في لا ده من اول سنه اولى الطالب يشتغل على المانيكان، يقوم تروح منه الرهبه بتاعه انه يحط ايده على العيان. من اولى لثالثه في السيستم اللي هو الجديد بتاعنا، من اولى لثالثه يدخل معمل مهارات، يسمع القلب ويشوف كل حاجه بالظبط بالظبط بالظبط، ويولد حتى. من رابعه وخمسه يروح بقى المستشفى الحقيقيه، فيقوم يكون رايح وهو ايده متمرنه، عنده المهارات دي. احنا بنحاول نطلع خريج معتمد على ليه مهارات معينه. طيب معامل المهارات دي غالية جدا جدا. معمل المهارات كان بيتكلف حوالي 30 مليون جنيه معمل واحد. واحد هل كل جامعات مصر فيها؟ تقريبا أقدر أقول لك دلوقتي يعني إحنا بقالنا 5 سنين شغالين في المنظومة دي، تقريبا كل الجامعات فيها الحكومية الحمد لله. فما تقولوش بقى يعني ان احنا الحكومه مش مقصره الحقيقه، والجامعات المصريه الحكوميه فيها تعليم كويس جدا وفيها امكانيات كويسه جدا. قد يكون مثلا فيها مشاكل في تمويل الرسائل او تمويل البحث العلمي، تمويل مثلا المعامل، ادوات المعامل، الحاجات دي، الحاجات اللي هي الرننج كوست، لكن الحاجات الاساسيات لا طبعا هايله جدا. وانا اعتقد يعني انا من مؤسسي احد مؤسسي جامعه الشارقه، كليه طب جامعه الشارقه في الامارات. انا اقول لك ان معمل المهارات اللي هناك زي معمل المهارات اللي هنا في كليه طب بلد. هايل هايل. واحنا مصر يعني. طيب.